السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في تطبيقات على معجم القانونيين العملي. قضية وقضاء، ما جمع قضية وما جمع قضاء؟ بداية، القضية هي الادعاء أو الدعوة أو الخصومة المثارة بين يدي القضاء، أو ذلك النزاع المطروح بين يدي القضاء أو أي جهة أخرى نص عليها القانون لحسم ذلك النزاع. وبالطبع هناك فروق دقيقة ما بين النزاع وما بين التداعي وما بين الدعوى وما بين الخصومة، سوف نأتي عليه بإذن الله في حلقات لاحقة. تجمع قضية على قضايا، وهناك جمع آخر قياسي عام أنها تجمع على قضيات. فكل الأسماء في اللغة العربية التي آخرها تاء مربوطة أو تاء تأنيث تجمع مطلقا بالألف والتاء، ومن ثم قلنا قضية قضيات، محكمة محكمات، أقضية أقضيات، هكذا تنقل المفرد ثم تضع الألف والتاء يستقيم لك الجمع، وهذا جمع قياسي صحيح في لغة العرب. وبالنسبة لمفردة قضاء، القضاء هو عمل القاضي، القضاء هو تلك المؤسسة المعنية بتطبيق نصوص القانون على الوقائع والقضايا التي تعرض عليها. جمع قضاء هو أقضية، واحذر أن تقول جمع قضية قواض أو جمع قضاء قضايا، لا تخلط بين الأمور، حدد ماذا تجمع. قضية جمعها قضايا أو قضيات، قضاء جمعه أقضية، قل أقضية النقض، أقضية المحكمة الدستورية العليا، أقضية محكمة الاستئناف، وكذلك قل قضايا الاستئناف، قضايا النقض.